أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاف المدى عراقيون عالقون في ليتوانيا، أحلام هجرة تلاشت خلف سياج مخيم. نقرأ في الشرق الأوسط، طالبان تعيد عقارب الساعة في أفغانستان 20 عاما. وجاء في نيويورك تايمز ارتباك في واشنطن بشأن التعامل مع طالبان بعد القضاء على النفوذ الأمريكي في كابول. ونتصفح في عربي 21، طالبان البعثات الدبلوماسية آمنة وهروب غني لم يكن متوقعا. جاء في العرب الجديد، طالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان والدول الغربية تجلي مواطنيها. ونتصفح في القدس العربي، استشهاد 4 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في جنين. ونقرأ في العرب اللندنية، خامنئي يواجه اتهامات بتعمد قتل الشعب الإيراني. أهلا بكم. بين بيلاروسيا وليتوانيا ضاعت أحلام مئات الأسر العراقية، حيث مقال الكاتب سلام مسافر قال فيه: حيث تحتجز السلطات الليتوانية زهاء 4000 عراقي، غالبيتهم أسر شابة فيما يشبه، ووفقا للمقال معسكرات الاعتقال. للمعلومات التي وصلتنا فإن السلطات الليتوانية وفي غياب تدخل خارجي تتعامل مع اللاجئين على أنهم متسللون من أراضي جارتها بيلاروسيا، وتعمل على طردهم من منطقة الحدود بشتى الوسائل والسبل. استنادا إلى بعض التقارير، فإن أكثر من 2000 مسافر عراقي وصلوا مينسك عاصمة جمهورية بيلاروس على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية، وانتقلوا مباشرة إلى منطقة الحدود بالاتفاق مع المهربين الذين تقاضوا قيمة السفرة السياحية لمدة أسبوع بالكامل. بيد أن السائح الساعي إلى اللجوء يخير في مطار مينسك بين الذهاب إلى الفندق أو التوجه مباشرة إلى منطقة الحدود البيلاروسية الليتوانية بواسطة سيارات أجرة مخصصة تتقاضى مبلغ $100. ويفضل المهربون أن يتوجه طالبو اللجوء إلى الحدود مباشرة، وبذلك يضاعفون أرباحهم بعدم دفع تكاليف الفنادق. وبحسب شاهد عيان، فإن 3 معسكرات اعتقال أقامتها السلطات الليتوانية لطالبي اللجوء العراقيين، وأنهم يتعرضون إلى معاملة سيئة. وفي غياب التمثيل الدبلوماسي بين العراق وليتوانيا، فإن لا أحد يتابع مصير المعتقلين، خلافا للسفارة العراقية في موسكو التي يمثل سفيرها العراق في بيلاروسيا، وكانت بعثت بفريق عمل إلى مينسك للتحقيق في حادثة مقتل الشاب جعفر الحارس ونقل جثمانه والمساعدة في عادة من يرغب في الرجوع إلى الوطن. وتشير المعلومات إلى ضلوع مندوبي شركتي الطيران العراقية وفلاي بغداد في عمليات اللجوء خلافا للقوانين والربح غير المشروع على حساب مصائب ومحن العراقيين. كاتب يقول إن اللاجئين تحولوا إلى مادة للحرب الخفية بين مينسك وفيلينوس التي أصبحت مقراً لأحزاب المعارضة البيلاروسية، ويريد لوكاشينكو الانتقام من ليتوانيا بزرع اللاجئين ألغاماً متفجرة بوجه الاتحاد الأوروبي ودوله التي ترفض طلبات اللجوء من قبل العراقيين، والسبب أن العراق دولة ديمقراطية وفيها برلمان وحكومة منتخبة، والطامة الكبرى هذه بحسب الكاتب. يقول الكاتب: ساطع راجي يخالف العراقيون في هجرتهم، عنوان رواية السوداني الطيب صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، فالهجرة صارت مفتوحة على كل المواسم والاتجاهات، والحكومة سعيدة دائما كما تخلصت من مواطنيها
لكن سعادتها تتعكر بوجود حكومات لدول أخرى تضع الحكومة العراقية أمام واجباتها وتنبهها وتحذرها من عواقب ترك مواطنيها يهربون بسهولة من جحيمها. في أزمة هجرة العراقيين الأخيرة إلى ليتوانيا، فعلت الحكومة وكبار المسؤولين كل شيء واستجابت لكل طلبات الحكومات الأوروبية، لكنها لم تكلف نفسها عناء الإدلاء بموقف واعتذار للمواطنين الذين قبلوا بتحمل كل المشقات والخسائر والتهديدات للهرب منها حكمها. لا يريد الزعماء الكبار المنشغلون بحسابات توزيع البرلمان والحكومة منذ الآن تعكير أمزجتهم بالتساؤل عما جنته أيديهم ليدفعوا مواطنيهم للبحث عن مهرب من حكمهم الرشيد وبلدهم السعيد إلى بلدان لم يسمع العراقيون بها سابقاً، وأن يتحملوا الضرب والإهانة والنوم في عراء الغابات والحدود معرضين للسجن والموت. لا يريد الزعماء البحث في أسباب ترك العراقيين لوطنهم وتحمل كل هذا العناء بطريقة تقدم للناس في كل مكان رسالة واحدة تقول إن الحياة في هذا الوطن سيئة لدرجة تدفع سكانه للهرب منه والمخاطرة بالموت الذي يبدو أنهم لا يجدونه أكثر سوءا من الحياة في بلادهم. كاتب يقول: الحكومة العراقية والزعماء السياسيون في العراق يهتمون جدا للرغبات الأوروبية ويتحملون كل ما تطالبهم به، بينما يجدون مطالب أبناء وطنهم بحياة لائقة ترفا وبطرا يستحقون عليه الموت على الحدود أو في مراكز التعذيب أو في الشوارع، وكل ذلك ببث حي لا يحرك مشاعر أو مواقف الأوروبيين أو غيرهم من القوى الدولية لتقول للحكومات العراقية كفى. رغم فداحة جرائم عمر البشير ضد مواطنيه، فإنه يبقى تلميذا فاشلا صغيرا إذا ما قورن ببشار الأسد وبوتين والمرشد الأعلى الإيراني وحسن نصر الله وقادة الميليشيات العراقية والحوثيين. فلم يمر يوم واحد على بشار مثلا منذ أوائل العام 2011 وحتى اليوم بدون قصف مدن وقرى وأحياء بالمدافع والقنابل والبراميل المتفجرة، إضافة إلى الاعتقالات الجماعية والتعذيب. ورغم كل ذلك فقد أدى اليمين الدستورية في 16 من يوليو 2014 لسبع سنوات أخرى، ثم أعيد انتخابه لولاية جديدة في مايو الماضي ولغاية 2028. عن العدالة الانتقالية كتب إبراهيم الزبيدي: ما فعله النظام الإيراني وما يفعله في إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن والخليج العربي وخليج عمان منذ قيامه في عام 1979 وحتى اليوم يجعل جرائم الروس والأسد والبشير مجتمعة بعوضة أمام جمل. ولكن بدلاً من أن تغضب العدالة الدولية وترسل قوات غزو مسلحة عالمية لإلقاء القبض على المرشد الأعلى الإيراني ومساعديه العسكريين والأمنيين والمدنيين ومنهم إبراهيم رئيسي قاتل 30,000 مواطن إيراني، فقد شارك الاتحاد الأوروبي في حبل تنصيبه رئيسا للجمهورية، وتتمنى الولايات المتحدة وحليفاتها الأوروبية أن يتواضع ويتساهل ويعود إلى طاولة المفاوضات. ولا يخفى على المحكمة الجنائية الدولية سجل الحشد الشعبي الإيراني العراقي المليء بانتهاكات ترقى إلى درجة تطهير عرقي مارسها في المدن والقرى المحررة من داعش بحسب منظمات محلية ودولية. وقد تنوعت جرائمه في المناطق السنية بين القتل والإخفاء القسري وقتل مدنيين وأسرى تحت التعذيب ونهب الآلاف من المنازل قبل حرقها ونسفها، بالإضافة إلى تدمير قرى بالكامل ومنع أهلها من العودة إليها بهدف تغيير التركيبة السكانية فيها. كما أن الميليشيات الولائية التابعة لإيران
تواصل جرائم القتل العمد والاغتيال والخطف والاغتصاب ومصادرة الأراضي والأموال، ثم يسجلها القضاء العراقي ضد مجهول. أما حزب الله اللبناني يقول إبراهيم الزبيدي فيكفي أن متخصصين أمريكيين في مجال مكافحة الإرهاب وثقوا أنشطة مشبوهة وعمليات إرهابية نفذها على مدار 38 عاما، وتستند العملية الأرشيفية لأنشطة حزب الله على وثائق من مصادر أساسية وتقارير حكومية رفعت عنها السرية، إضافة إلى وثائق محاكم وشهادات تم الإدلاء بها. ويقول أمام الكونغرس الأمريكي تم الإدلاء بها والقائمون على الخارطة، حيث إنها أكثر قاعدة بيانات الوثائق المفتوحة المصدر حول أنشطة حزب الله الموالي لإيران والمتهم بتنفيذ خططها التخريبية في منطقة الشرق الأوسط ودول العالم. أما الحوثيون فيقول سجل الحوثيون في الانتهاكات التي اعتبرها العالم الغربي نفسه جرائم ضد الإنسانية فليس بقليل. تحت عنوان الجيش الأفغاني بني على مدى 20 عاما كيف انهار بهذه السرعة، قال صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أن التقدم السريع لمقاتلي طالبان في أفغانستان يعكس فشل جهود الولايات المتحدة في تحويل الجيش الأفغاني إلى قوة قتالية قوية ومستقلة وضاربة، في ظل التنامي الشعوري بين عناصر الجيش بالخذلان نحو قادة البلاد الذين يفتقرون إلى الكفاءة. وأكدت الصحيفة أن هذا الانهيار الذي يشهده الجيش الأفغاني حدث على الرغم من إنفاق الولايات المتحدة أكثر من 83 مليار دولار في تسليحه وتزويده بالمعدات والتدريب اللازمين على مدى عقدين من الزمان. كان بناء جهاز الأمن الأفغاني أحد الأركان الرئيسة في استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، التي سعت للتوصل إلى طريقة لتفويض مهمة استتباب الأمن في أفغانستان إلى السلطات المحلية والانسحاب من البلاد قبل نحو 10 سنوات. وقالت نيويورك تايمز إن تلك الجهود كانت ثمرتها بناء جيش أفغاني على غرار صورة الجيش الأمريكي، وقد كان من المفترض أن تصمد تلك المؤسسة وتستمر بعد انتهاء الحرب الأمريكية في أفغانستان، ولكن من المرجح الآن أنها ستختفي قبل مغادرة الولايات المتحدة أفغانستان. وارجعت الصحيفة الانهيار أو التفكك الذي يشهده الجيش الأفغاني إلى عوامل متعددة، من بينها تمكن طالبان على مدى الشهور الماضية من محاصرة الجنود وعناصر الشرطة الأفغان في نقاط حراسة الطرق بالمناطق الريفية، وبعد حين تمنح الحركة الجنود الجائعين والذين لا يملكون ما يكفي من الذخيرة وعوداً بعدم التعرض لهم إذا ما استسلموا وتركوا معداتهم وراءهم، وهو ما مكن طالبان من السيطرة على الطرق ومن ثم على مناطق بأكملها. القوات التي يبلغ عددها في السجلات الرسمية المزورة نحو 300,000 شخص تبين في الأيام الأخيرة أن عددها الحقيقي لا يتجاوز نحو سدس هذا العدد وفقاً لمسؤولين أمريكيين. أشارت الصحيفة إلى أن من ضمن عوامل انهيار الجيش الأفغاني أيضاً الاستياء من القيادة الأفغانية المتنامي الذي طالما عبر عنه عناصر الجيش الأفغاني، وقالت إنه عندما بدأت طالبان هجومها بعد إعلان الولايات المتحدة قرار انسحابها من أفغانستان تعزز الاعتقاد الذي كان سائدا في صفوف قوات الأمن الأفغانية بأن القتال من أجل حكومة الرئيس أشرف غني ليس أمرا يستحق الموت. ونقرأ افتتاحية القدس العربي التي جاءت تحت عنوان هل يصح تشبيه ما حصل في أفغانستان بفيتنام؟ سؤال وجيه
قام كثيرون بنشر صور تظهر استخدام السفارة الأمريكية في كابول لمروحيات كبيرة في عملية إجلاء الأمريكيين وربما بعض المسؤولين المحليين من أصحاب الجنسية الأمريكية ومن في حكمهم، مقابل صور أخرى تشبهها لاستخدام السفارة الأمريكية في سايغون مروحيات مماثلة خلال عمليات الإجلاء التي تبعت دخول قوات الفيتكونغ وجيش الشعب الفيتنامي عاصمة فيتنام الجنوبية في نيسان أبريل من عام 1975، في إشارة لا تخفى ولا تخفي إلى وجود شبه بين الحدثين وإلى اعتبارهما الهزيمتين الكبريين في التاريخ الحديث للقوة العالمية الأعظم. في رد على هذا التشبيه وعلى اعتبار ما حصل هزيمة لبلاده، رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مقابلتين مع شبكتي CNN وABC أمس الأحد المقارنة بين انسحاب الأمريكيين من أفغانستان الآن ومن فيتنام عام 1975، قائلاً إن ما يجري في كابول الآن يختلف بشكل واضح عما كان في سايغون، وأن الولايات المتحدة حققت الأهداف التي حددتها في أفغانستان. يحاول التصريحان المذكوران فصل الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عن معانيه، وأهمها أن القوات الأمريكية وحلفائها الكثر في أفغانستان قد انهزمت فعلاً وهو ما اضطرها إلى الخروج من البلاد، كما أنه يحاول تضليل مواطنيه بالقول إن الهدف من التدخل العسكري الأمريكي قد تحقق، فالذي حصل عملياً أن الهجوم الأمريكي عام 2001 كان للإطاحة بسلطة طالبان التي رفضت تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن حينها، وأن محاولات واشنطن على مدار 20 عاماً تأسيس ودعم نظام سياسي موال لها في كابول قد انتهت إلى فشل كارثي، وأنها بعد أطول حرب خاضتها في تاريخها اضطرت للخروج على توقيت هجوم الحركة الأفغانية، وأن طالبان صارت على بعد خطوات قصيرة من إعادة تأسيس حكمها. حاول بلينكين تحميل مسؤولية ما حصل على النظام السياسي الأفغاني الذي أعلن رئيسه أشرف غني الاستقالة وفر إلى طاجكستان المجاورة أمس، قائلاً إن 4 إدارات أمريكية استثمرت بمليارات الدولارات في تطوير القوات المسلحة الأفغانية، غير أن تلك القوات فشلت. نستطيع القول ما كان مهماً أكثر بالنسبة للأفغان والأمريكيين من هدر الأموال الطائلة سواء على القوات الأمريكية العاملة على الأرض الأفغانية أو على تدريب الجيش وقوات الأمن الأفغانية هو تأسيس نظام لإعادة بناء الأمة الأفغانية وليس لمبادلة الولاء لأمريكا بالسكوت عن انتهاكاتها لحقوق الأفغان واستخدام البلاد كشبكة فساد مالية لتوظيف المتعاقدين من العسكريين والأمنيين. المؤكد ضمن هذا المشهد العام أن ما حصل حدث كبير ستترتب عليه أحداث إقليمية وعالمية كبيرة. عن عواقب الإفلات من المحاسبة كتب عبسي سميسم مقالا جاء فيه: مع كل كشف يثبت بما لا يدع مجالا للشك ارتكاب النظام السوري جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تترسخ القناعة لدى السوريين أنه مهما تكشفت حقائق حول إجرام النظام فإن المجتمع الدولي لن يتحرك لمحاسبته على ما ارتكبه من جرائم، كما تزداد القناعة لديهم بأن المجتمع الدولي لن يقوم بأي شيء من أجل إزالة الفظائع التي قد يرتكبها النظام بحقهم في المستقبل، حيث جاء هذا المقال. ما يزيد من حالة الإحباط هو أن عمليات كشف جرائم النظام التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية كانت في معظمها تتم من خلال أفراد سوريين أو منظمات سورية مهتمة بفضح إجرام النظام بعد بذلها جهوداً مضنية بسبب عدم امتلاكها الإمكانيات التي تمتلكها الدول المتداخلة في الشأن السوري، والتي هي في معظمها تكون على علم بتلك الجرائم
من دون اتخاذ أي إجراء رادع لها، بدءا من المجازر الجماعية بحق المدنيين، مرورا بتدمير قرى ومدن فوق رؤوس أصحابها، إلى استخدام السلاح الكيميائي والأسلحة المحرمة دوليا في استهداف السكان، وليس انتهاءا بعمليات القتل تحت التعذيب والتمثيل بالجثث والتخلص منها من خلال محارق جماعية. وحتى الكشف عن بعض هذه المحارق أخيرا لم يلقى أي رد فعل من المجتمع الدولي، ما عدا تحرك بعض المنظمات. كذلك فإن معرفة المجتمع الدولي بجرائم النظام وتغاضيه عنها واكتفاءه بالتنديد بها يظهر النظام أمام جمهوره بمظهر الدولة القوية القادرة على تحدي المجتمع الدولي، والتي لا تستطيع أي قوة أن تسقطها أو على الأقل تثنيها عن ارتكاب أي جرم، ما يساعد النظام على كسب جزء من السكان الذين يتماهون مع الأقوى كجزء من حاضنته الشعبية. إذن يتسبب إحباط عموم السوريين من التعويل على المجتمع الدولي في تحصيل حقوقهم بعدم ترك أي خيارات أمامهم سوى اللجوء إلى طرق غير قانونية في تحصيل حقوقهم، وفي مقدمتها المزيد من العنف، الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد حل المسألة السورية وإحلال شريعة الغاب وغلبة الأقوى مكان الحل السياسي. وفي خبرنا اليوم، أتت حرائق غابات اندلعت منذ الاثنين بولايتي بنزرت وجندوبة شمالي تونس على حوالي 450 هكتارا من غابات الصنوبر الحلبي والأكاسيا والبندق، وسجلت ولاية القيروان التونسية رقما قياسيا في درجة الحرارة بتاريخ المدينة لتبلغ 50 درجة مئوية في الظل ضمن موجة الحر الشديدة التي تجتاح تونس منذ أيام وأرغمت العديد على ملازمة البيوت. وكانت خمس ولايات سجلت أرقاما قياسية في درجات الحرارة بلغت أقصاها 48.9 في تونس العاصمة وبنزرت وزغوان والمنستير وباجة. وقال رئيس قسم التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي إن ست مدن عانت الأشد حرارة في أفريقيا كانت من تونس، بينما تواجدت تونس في المرتبة الرابعة عالميا للمناطق الأشد حرارة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.